ورجعنا لكم تاني في هو وهن، واخيرا فقره حلومه او فقره والدي الفنان حلمي عامر. اهلا بك حلومه تاني. اهلا بك حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله. بص انا مش هسالك السؤال بقى بالبلدي، يعني عندنا اسئله كتير بس انا عندي سؤال بالبلدي. اوكي. كل الابهات والامهات عايزين ولادهم يطلعوا زيهم الا ابويا، مش عايز نطلع مغني، مش عايز نطلع في المزيكا. ليه بقى؟ لا خالص، ما انت عارف احنا يعني العيله عندنا هنا. والدي من عيله الموجي طبعا، العيله الفنيه الكبيره. عمو يبقى صحنا. محمد الموجي، وخالك يبقى موسيقار حلمي امين. حلمي امين، والشاعر عبد السلام امين، وابراهيم رأفت، ويحيى الموجي، ونجح الموجي وناس كتير. بالظبط، فاحنا عيلتنا عيله فنيه. فما ينفعش بقى يطلع واحد بقى اي كلام بزي غني. ها؟ لا مش اي كلام، لا لا خالص، انت موهوب في حاجات تانية، مش لازم تبقى موهوب في الغنى. أوكي. هو الفكره ان احنا ما بنجاملش في موضوع المزيكا، فانت مش عشان ابني هجاملك وخليك حبيتك يا حلومه قوي. شفت الصرامه؟ شفت الصرامه بتاعتي جايه منين؟ اهي جايه من هناك. لا والله الحقيقه انا فعلا عمري ما اخترت لاي حد من ولادي الكارير او حتى يدرس ايه، او يعني هو بعد ما خلص ثانويه عامه قال لي اخش ايه؟ قلت له ابعد عن المعهد العالي للموسيقى العربيه. أوكي. وابعد عن كليه الرياضه الموسيقيه، اختار اللي انت عايزه. هو راح شق طريقه، هو اختار بقى، هو اختار اعلام بنفسه يعني. يعني وانا رحت الغنى من وراه. يعني هو عمل محاولات كتير في الاخر خالص انا عرفتها، انا راح لاصحابي برضه. بالظبط، حارتنا ضيقه زي ما احنا بنقول. هذا صراحة بخليني اسالك سؤال ثاني. هل مثلا انه فكره انه الابن عفوا يكون يلحق ابوه او يلحق والدته بالكارير تبعها، هل هذا بيكون عن جد؟ وفي ناس بينجحوا بهاي الطريقه، هل هذا بيكون نابع عن خلينا نحكي جينات وراثه، ولا هو باكتساب خبرات او انه نشا ببيت معين بطريقه معينه؟ احيانا الاتموسفير اللي هو بينشا فيه بيدخله في الحاله. أوكي. لكنه لو مش موهوب هيعمل مشاكل لنفسه ولاهله. صح. يعني دايما حتى لما تكون موهبه الاب كبيره وطاغيه بيظلم ولاده لو هيخشوا في الكارير بتاعه. لحد دلوقتي النماذج الموجوده على الساحه الى حد ما ناجحه يعني. أوكي. ولكن احنا شفنا قبل كده كتير موهومين. عشان ابن فلان نجح. بالظبط. مش موهوب. وللاسف برضو كان ساعتها الاهل بيقفوا جنب الولد كتير علشان يحاولوا يفرضوه بزياده. ما بينفعش الاخر بيضروهم. ما بينفعش. هو حلوم عنده كلمه مشهوره، في موهوب وفي موهوم. ده حقيقي، ده حقيقي. مظبوط. وفي وارث وفي دارس. مظبوط 100%. طب على سيره الغنى صراحه انا كنت لسه هقول حالا. يلا قول انت. قول. حلومه انت، هنستغلك طبعا ان انت هتغني عشان حلومه احن صوت في الدنيا. تسمع دلوقتي احن صوت في الدنيا. تعالى تعالى نغني حاجه. يلا يلا تغني. هتغني معاه انت؟ يلا لو عايز هو بعد الكلام اللي هو قاله ده مش عايز اغني معاه. ما احنا على فكره بنقعد نغني مع بعض كتير. بس ضرب البيت يعني. بس دلوقتي هوا نطلع لايف نغني. لكن يعني الفكره كلها انه يعني ما تحترفش الغنى. خلاص يابا هزقتني بما فيه الكفايه، انت في برنامجي على فكره. لا والله ده حقك. بيقولي ده حقك، انت خدت بالك انت هتهزقني. خلينا نسمع الاغنيه يا عم. يلا. يعني نقول ايه؟ عايز نقول ايه؟ انت عايز تقول ايه؟ ارجع تاني واقول لك معك قبل شوي كنت تغني. والله؟ عجبتني.
شفتي شو قلت لك؟ عن جد صوتك احن صوت في العالم. بس انت ما تغنيش تاني. انا جاي اتهزق النهارده في البرنامج ده. لا انا مع عمو في الحته دي، خليك تطبخي احسن يا عمو. حبيبتي تسلميني. يعني صراحه بعرف اذا التقرير كان فيه اراء الناس مختلفه، انا في ناس بيحكوا يا جينات، في ناس بيحكوا انه لا هذا، يعني ايش السبب وراء هالموضوع؟ بدي ارجع لنفس الموضوع عشان جد لازم يكون في سر. يعني كنا بنحكي قبل شوي قبل ما انت حضرتك تشرف عنا، انا مثلا بيونسي بنتها بلو عم بتغني، جيجي حديد وبلا حديد صاروا زي امهم اللي هم يولندا حديد، وصاروا ايقونات في عالم الازياء. عن جد شو السر؟ بتلاقي الناس بين هون وبين هون، نفسي اعرف شو التوليفه هاي يا عم. يعني هي برضو زي ما بقول لحضرتك الفكره كلها في الموهبه. الولد لو موهوب هيطلع بمساعده الاتموسفير اللي هو عايش فيه. هيطلع فعلا عنده حاجه، حتى لو يعني مثلا راح على درس هذا الشيء طور. ايوه ما هو ده يعني ده تجربتي انا شخصيا. يعني أوكي. انا من كل البيوت اللي انا بخشها في عائلتنا، فبلاقي بيانو، بلاقي عود، بلاقي جدي كان بيعزف قانون وهو كان اصلا مهندس زراعي، خلاني كلهم بيحبوا المزيكا، بيحبوا الشعر. فده النشأة اللي احنا طلعنا فيها. انا نشأت على اني بسمع الراديو طول الوقت، كلمات عبد السلام امين، الحان حلمي امين، الحان محمد الموجي، الحان. ف انا دخلت في المود ده من غير ما اشعر. في مرحله معينه بدات اخد بالي ان انا عندي حاجه، يعني في 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 موهبه بالظبط. فلما طلبت ان انا ادرس ما كانش في مشاكل. اوكي، فانت نميت هذا الشيء. موجود العرق موجود بالظبط. لكن هو عموما الشخص لما بيعيش في جو كله فن، لو هو موهوب موهبته بتطلع. ما أنا نشأت في جو كله فن. طب ماشي، ما هو مش موهوب. بس احكي لهم على ودني الذهبيه. والله ابدا، والله هو فعلا ودنه كويسه جدا، وبيحلل كما انه درس مزيكا من هو في ابتدائي. اوكي فعلا، يعني بنقعد نتفرج انا هو على برامج المواهب والحاجات دي، تحليله مظبوط كانه يعني اعتقد بيبقى ساعات اكتر من اللجان القاعدة. والله الاشطر رجع لي كرامتي. عاد انا فكرت نرجسي يا عمو، بس لا طلع في عنده فعلا. انا فعلا انا محلل كويس جدا. انا ناقد. لا والله شاطر. يعني ناقد في المزيكا كمان. لا والله كنت عايز اسالك اسئله هم كاتبينها لي الصراحه عشان الناس عايز تعرفها. مين اول وصفه عملناها انا وانت والكواليس بتاعتها، ومين خد خطوه الانستغرام الاول؟ هم فاكرين كنت بدات قبلي في الفود بلوجينج. لا خالص. والله انا عايز اقول للمشاهدين اللي مش عارفين، حلومه عنده الاكونت بتاعه على الانستغرام كل يوم بينزل وصفه خطيره سهله جدا. والناس بقت بتطبق وصفاته اكتر من بتطبق وصفاتي. ابتدى غير سيكا كده. فبقى بجد هو فود بلوجر. يعني عملوا له كمان فولو على الانستغرام. وعايز اعرف، انا عايز افتكر ايه اول وصفه صورناها انا وانت؟ هتلاقينا في التلفزيون مع بعض كتير، طبخنا برامج كتير. اعتقد عملنا سابليه مع بعض. السابليه دي حقيقه، اول دي اول حاجه صورناها سوا. وكمان هو عمل دعايه للماركات. السابليه كانت دعايه للماركه. بدي اسالك سؤال مش مكتوب هون بس انا حابه اساله. هل بتحس انه انت مثلا لما كنت بعمر اصغر من هيك وكان لو كان في الانستغرام، هل ممكن انه انت مثلا تضرب بالطريقه اللي انت هلا ضربتها والناس حبتك فيها؟ ولا هل بتحس انه عن جد العمر او كون انه هيك عمه، بديش احكي كبير في السن قوي، بس انه يعني اكثر وقريب من القلب وكول والناس عم بتحبه، هل هذا بتحس انه اثر كمان اكثر واكثر بشهرتك؟ انسى طبعا انه طبعا انت عم تيجي معي لفنيه وايش انت عملت بحياتك. اللي عرفته انه انت كثير لحنت كمان تترات مسلسلات مهمه كثير زي الشعراوي حكينا والقرموطي وكذا حاجه. في كذا كل الحاجات بتاعت واحنا صغيرين دي كان بابا ملحنها في التليفون وكمان المسرح بالضبط. بس هل بتحس انه مثلا كون انه انت ممكن عمرك اكبر من العمر الشباب اللي عم بيكون موجود على الانستغرام، هل ساعدك بالانتشار اكثر؟ مش عارف. هو انا الحقيقه يعني انا خدت بالي من موضوع يعني انا بطبخ من زمان، بس بطبخ في المطبخ. يعني ان انا بقى ابتدي اصور الحاجات اللي انا بعملها دي، انا طبعا خدتها من عمر. هو دعمك بالموضوع زي ما انت دعمته بالحياه؟ جدا على فكره، جدا احلى. جدا بيساعدني، وبعدين بيقول لي على يعني الاسرار بتاعت السوشيال ميديا بقى. ايوه حاجات كده. طب ما تقول لي انا يا عمر. ما بتساليش، هو بيسال. صلي صديقته الف ثانيه ما بيبلل لي ريقي يا عمر. بعدين في لحد دلوقتي في ناس متابعيني ومتابعين عمر وبيكتشف بالصدفه ان هو ابني. بالظبط، فاكرين اصحاب.
والله ما شاء الله عشان بقول حلوم على طول مش بابا بالظبط كده. فلا انا الحقيقه يعني هو طبعا انستغرام دلوقتي او عموما السوشيال ميديا دلوقتي ساعدت على الانتشار طبعا في كل المجالات مش بس في الطبيخ. يعني هي ساعدت يعني بينت الكويس وبينت اللي مش كويس وفي كتير مش كويسين للاسف شديد. ما شاء الله سيبك بقى مش كويسين دول، انا عايزك تغني تاني. انا النهارده جاي استغلك يعني ماشي. احنا هتغني ايه؟ قول لي يلا امسك العود كده واوديها وانا هدخل معاك اغني غصب عنك. ايه هغني غصب عنك. طب جيبوا لي صدق الدنيا مش للدرجه دي وحش صوتي. انا مستني رايك يعني انا عارف نور الصوت حلو. طب هقول لك انت بتحبها دي هتقعد معاك. يا حبيبتي خدي الأمل ورحت معاه وما اداني إلا السهر وأنا أمشي مدى النوم وهو عيون تشبع نوم وأنا أمشي مدى أنا عندي آخر سؤال في فقرتنا هلأ بس أكيد بعديها مكملين ورح نستغل وجودك لآخر رمق يا حلومة. أول صورة نشرتها على الإنستغرام كان سنة 2015 وكتبت عليها الشيف أبو الشيف. أيوة. إيه اللقب ده؟ أيوة صح. إيه اللقب ده؟ أيوة صح. أنا فاكر هو كان جاي يتغدى عندي في البيت وأنا اللي عملت الأكل كله. اوكي ودي كانت فعلا اول مره اصور ان انا عملت اكل. ايوه وهو كان اياميها كان بيدرس لسه في ايطاليا. في ايطاليا وكان بقيت الصوره بقى بلبس الشيف والحاجات دي. فانت حكيت الشيف. شيف الشيف. انا بقعد ادلع فيه كتير قوي. أيوة. احلى هذا بدل قد ايه انت فخور اكيد بعمر زي ما عمر اكيد فخور فيك يا عمو. ما كان نفسي فقره البرم والشكاوى على عمر تخلص بس اكيد زي ما حكيت قبل شوي رح نتلاقى كلياتنا بالمطبخ. فاصل سريع جدا 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 واكيد بعدين مكملين ما تروحوا بعيد.